احنا راه ماشي في المغرب، في امريكا. ميكا باقا، الميكا باقا، هذا هو حقيقه. يستهلك العالم ما يناهز 1000 مليار ميكا، 26 مليار من هذه الميكات فقط في المغرب، مما يجعل المغرب ثاني بلد في العالم بعد امريكا من ناحيه استعمال الميكا. الميكا كاينه في امريكا، ولكن ديري لها البايس مثلا خاصه بها كما كتشوفوا هنا، ريسايكلين بلاستيك باك، هنا كدير الميكا كما كتشوف جميع انواع الميكا. اما فيما كيخص مثلا هنا البلاستيك، هنا الكانيت، هنا الاماكن ديال السجاد. علميا الميكا ماشي مضره، ولكن المضر هو طريقة التخلص من الميكا بعد الاستعمال ديالها. كما كنشوفوا مثلا حتى في امريكا ولا في المغرب، ان المواطنين كيلوحوا الميكا في الاماكن المخصصة لها، ولكن طريقة التخلص منها بحال مثلا في المغرب في مستودعات الاسبان، بحال مثلا كتشوف طريق مديونة كتلقى مزبلة انها معرية، دايرين بها الصور ولكن معرية، كيبقى الزبل تما، كتجي عوا وماسكي كياكلوا شوية ميكات، الميكا كتجي الريح، كيجي البرد كيهزها كيخرجها كتبقى ديها. قرار منع الميكا يعتقد انه جاء نتيجه لامرين، اما مغازله لمؤتمر البيئه الذي ينعقد حاليا في المغرب، او انه محاوله لتمويه الراي العام حول المواد التي كان يعتزم حرقها بمعمل الاسمنت، يعني بين قوسين كنهضروا على النفايات الايطاليه. الميكا في العالم كتصنع من الغاز الطبيعي الناتشورال غاز، اما الميكا كحله ما كايناش اللي باقا في المغرب، لانه المشكل فيها هو انها كتصنع من مواد اللي مجهوله المصدر ديالها. قريب 40 عام هو كيستعمل الميكا، وفجاه جا قرار ديال منع الميكا. العديد من الناس هنا ملي سولناهم يعتقد ان الميكا ستعود الى الاسواق، لانه مثلا في اوروبا داروا هذه التجربه هذه ومع السنين ما صدقاتش، لانه اصحاب المحلات التجاريه ولات كتكلفهم الميكا الجديده اللي هي صديقه البيئه تقريبا 7 مرات الثمن ديال الميكا العادية. الميكا العادية اللي صديقة البيئة كتحلل تقريبا تلقائيا، ملي كتلاح في الزبل انها تلقائيا كتحلل وكتغبر. والميكا كتولي مضرة ملي كتستعمل عدة مرات لمدة طويلة، وملي كتبقى في الثلاجة مثلا عدة ايام. ولحل هذا المشكل يجب انشاء معامل لاعادة استعمال والتخلص من نفايات الميكا. المشكل ماشي هو في الميكا، المشكل هو ان هناك غياب تقنين صناعة الميكا في المغرب، اللي كنبقاو كنجهلوا المصدر ديال المواد الاولية المستعملة في الصناعة ديالها. في النهاية اطرح السؤال التالي، واش منع الميكا جاء من اجل منظر البلاد وصحة العباد، ام فقط من اجل مصلحة بعض العباد؟ وما حقيقة قرار منع الميكا الذي جاء تزامنا مع نفايات ايطاليا؟ الى اللقاء، see you next time. نخليكم مع الملحانوت. ملحانوت السلام عليكم. السلام، انت ماك جايب عشاء شتي ثاني؟ هذيك التقى ديال وصاتك الوالده الله يحفظك، التقى ديالها. انت كنت شغال باقي تقول الوالده. الصابون. الصابون. انت مو غادي كيفاش كدير لك الصابون هذا؟ شتي هذا؟ قال لك بغات تغسل به ميكا. شنو هو؟ بغات تغسل به الميكا. كتنشفوا تنشروها. علاش؟ قال لكم كتشوفوا بقعتكم هذيك القضيه ديال الميكا راه ما غاتكونش. واش كتبتي لي ميكا راه ممنوعه راه ممنوعه قالت لك ويدا ما تعطيهاش ميكا. انت مالك مدخل لي حاجه في حمار داير فيه شواري غندير لك فيه؟ راه الميكا هي اللي فينا، انت مريض ولا مالك؟ مو الحانوت كتخرق القانون، راه ممنوعه الميكا، قالت لي امي ما تجيبش ميكا. شتي هذوك اللي كيقول لك راه خرقوا القانون وعطيهم تيكيت، راه هما اللي دايرين القانون، هما اللي كيطبقوه وكيطبقوه على ما بغاو. حيت هما ماشي كيتقداو، حيت كيمشيو الناس تقداو لهم يديو لهم دارهم، هما عابركين في الدار كيجيو التقاديه تجيهم فابور تجيهم ماكله فابور، لو كانوا كيتقداو ودابا لا. بغيت نسولك دابا هاد الميكا علاش ما يديروش ميكا على داك الزبل اللي جاي من طاليان؟ داك جيب لنا السميده ياك، جيب لنا الدقيق، جيب لنا الفرش من طاليان، داك حق الله راه يدفعنا في السميد، شمن سميد الله يهديك؟ واكون كان الخير في طاليان كون راه خلاه عندهم هما. عايمشيو يجيبوا لنا زبلهم هما، حنا نعطيهم الحوت ونعطيهم كل شيء ويجيبوا لنا الزبل ديالهم. الله يخلف عليهم، الله علي جا يصب لنا حنايا. قال لك حق هذاك العام درنا اكبر قصريه ديال الكسكسو، اكبر طاجين، اكبر اومليطه، اكبر مره ديال اتاي. دابا الحمد لله كملوها وجملوها، داروا اكبر بزباله
ولات في المغرب تبارك الله على جينيس وجينيس ديروها قيدوها قيدوها مرحبا الشغبير بغيتي الصابون ها هو حتى بغيتي السولف شي واحد مشى بغى يتقدى الحوت ما عطاوش الميكا هزا فيدو بغيتي تم غادي وتابعينو المشاش اش غايدير لها واحد خدام ما عندوش باش يهزا النسا ما جابش هذيك القفه ديالو باش يتقدى اش ندير له ما طيش ندير له كريطين صغير بحال اللي غادي خاتم غيخطب بها الله يهديكم يجيب سامسون يديروا فيها الاوراق ديال الكتوبه ولا ديال البنك يدير فيها مطيشه هنايا البطاطا هنايا الدقيق هنايا لا واقيلا تبيع واقيلا غيجي غنعطيوه يدي خوز مصيب وامو الحانوت راه شي كل على البيئه الحفاظ على البيئه صديقه البيئه وراه البيئه راه ماشي الوزاره اللي خاصها دير راه من الناس راه من المواطن حتى اللي استعمل الميكا بغى يلوحه يعرف كيفاش يلوحه يا جماعه ولا بركه تمشي عا في التران إلا كنتي غادي في التران غادي من الجديدة لطنجة ولا من كازا لطنجة كدوز في التران كيدبك الميكا كحلة بحال تقول بيبي سارت